السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم في فيديو جديد. وهتكلم معاكم في الفيديو ده عن أكتر فيزا اتطلبت مني، وهي فيزا أمريكا. في الفيديو ده هجاوبك على كل حاجة انت عايز تعرفها بخصوص الفيزا بتاعت امريكا، بس ياريت كمل معايا الفيديو للآخر. مننساش طبعا اهم حاجة قبل ما نبدأ، نذكر ربنا ونستغفر كتير ونصلي على رسول الله. حبيت اعمل معاكم الفيديو ده واطلع اتكلم معاكم شوية عن فيزا امريكا، لان دي الفيزا الوحيدة المختلفة عن باقي فيز دول العالم كلها تقريبا، لانها متعلقة كله بالهبل. بجد الفيزا كلها عبط في هبل. انا مسميها فيزا الكسكسي باللبن. انت مجرد ان انت بتعمل اللي عليك وبتروح المقابلة، واللي ربنا كاتبه لك هو اللي بيكون. هيجي حد يقول لي طب معنى كده ان الفيزا دي صعب ان انت تاخدها؟ لا بالعكس خالص، ده انت ممكن سهل قوي ان انت تاخدها اصلا، وفي ناس كتير خدتها على باسبورات بيضاء ان هي عمرها ما سافرت قبل كده. فهو الفكره هي متعلقه بحظ وبنصيب طبعا، فاللي ربنا بيبقى كاتبه لك هو ده اللي هيكون. هي مش متعلقه خالص باي اوراق، ولا متعلقه اطلاقا باي مثلا حاجه معينه مطلوبه منك ان انت بتعملها او بتحضرها، او مثلا مسمى وظيفي معين يبقى كويس او حاجه خالص. في ناس معاها تأشيرات دول كتير جدا جدا على الباسبور، وسافرت يعني الباسبور بتاعها مليان على الاخر، وبتروح بتقدم في امريكا وبتترفض. وفي ناس من اول مره خالص زي ما قلت لكم يبقى الباسبور بتاعها ابيض وبتقدم وبتتقبل. هو القرار في الاول وفي الاخر بيبقى متعلق بالشخص اللي هو مقعدينه في الشباك، معرفش بقى تسموه كونسول ولا ايه، لان هم بيقعدوا ناس غريبه جدا في الشبابيك. فهو ده اللي بيبقى معاه القرار الاول والاخير، ان هو يقبلك يا يرفضك. فطبعا الفيزا دي قايمه جدا كلها على الظلم، وده طبعا بسبب ان هو الشخص اللي بيبقى مقعدينه ده ممكن يكون هو نفسه عنده مشاكل نفسيه، يعني ممكن يكون هو نفسه مريض مثلا نفسي او نفس مثلا، او مثلا حقودي غيار، ممكن انت شبه حد هو ما بيحبهوش. فده طبعا بيبقى ظلم جدا ان هم بيبقوا مخلين القرار الاول والاخير متعلق بشخص واحد، ان هو يقبلك ويرفضك. طب فيزا امريكا مطلوب ان انت تقدم اوراق ايه؟ هي مش مطلوب منك انت تقدم اي حاجه خالص، انت مجرد ان انت بتروح تدفع المصاريف بتاعت السفاره، وهو ده تقريبا الموضوع كله بتاع الفيزا، ان هو بيلموا فلوس على قد ما بيقدروا. فدي مقدمه صغيره كده كنت حابب اقولها لكم، هتكلم معاكم تاني اكتر، بس هقول لكم الاول ان انتوا ازاي تعملوا الاكونت وتروحوا تدفعوا الرسوم بتاعه الفيزا. اللي انت هتحتاجه كله في فيزا امريكا هما موقعين. الموقع الاولاني ده الموقع اللي انت بتعمل من عليه اكاونت بحيث ان انت تروح تدفع الرسوم بتاعه الفيزا، والموقع الثاني وهو الموقع اللي انت بتملى من عليه الابلكيشن بتاع السفاره، اللي هو بيبقى اسمه دي اس، هو بيبقى اسمه دي اس 160، علشان يعني في ناس بتقوم جعلصه الموضوع شويه وبيقول لك الدي اس ومش الدي اس، وفي ناس يعني بتبقى لسه مبتدئه في الموضوع او حتى ما عندهاش اي خلفيه عن اي حاجه، فما بتبقاش فاهمه خالص هو ايه الدي اس ده عباره عن ايه. فالدي اس ده هو الابلكيشن بتاع السفاره بتاع امريكا، زي اي سفاره دوله ثانيه بيبقى ليها ابلكيشن بتملى فيه البيانات. هبدا معاكم اول موقع، وهو الموقع ده ان انت من عليه بتخش بتعمل اكاونت، تروح بعد كده تدفع الرسوم بتاعه الفيزا. هحط لكم لينك الموقعين دول في وصف الفيديو بحيث ان انت تخش عليهم على طول. ده اول موقع اللي هو انت هتعمل عليه اكاونت بحيث ان انت تروح تدفع رسوم الفيزا، بعد كده تحجز من عليه الميعاد. هننزل تحت كده هنلاقي هنا كلمه مستخدم جديد، هتتك عليها بيحولك على الصفحه دي. طبعا الموضوع بسيط جدا، بتعمل اكاونت عادي بالطريقه التقليديه اللي انت بتعمل بيها اكاونت على اي موقع. اول خانه دي بتختار فيها الدوله، الخانه الثانيه دي بتكتب فيها الايميل بتاعك. طبعا باكد عليكم ان انتوا دايما تكتبوا الايميل اللي انتوا بتستخدموه دايما بحيث لو جالكوا اي رسائل. الخانه دي هتكتب فيها الاسم بتاعك، والخانه دي بتكتب فيها اسم العيله، ويفضل ان انت اكتبهم زي ما في الباسبور. ونصيحه مني دايما، اي موقع ليه علاقه بالسفر خليك دايما المعلومات بتاعتك اللي انت بتعمل عليه خليها زي الباسبور بالظبط. فانت هتشوف الباسبور بتاعك اول اسم في الباسبور مكتوب ايه هتكتبه هنا بالظبط، واخر اسم مكتوب ايه هتكتبه هنا بالظبط. والخانه دي هتكتب فيها الباسورد، والخانه دي هتكتب الباسورد تاني وتاكد الباسورد ان انت تكتبه مره كمان. بعد كده بتعلم صح على دي، وبعد كده بتتك على دي. كده انت بتبقى عملت الاكونت بتاعك. انت بتخش على الموقع وبتتبع الايصال اللي هو اللي هيجيلك على الموقع اللي انت المفروض هتروح بيه البنك ان انت تدفع بيه رسوم الفيزا. رسوم الفيزا بتكون 185 دولار، بتدفعهم بالجنيه مش بالدولار، في بنك سي اي بي. اي فرع من فروع بنك سي اي بي هتروحه بالايصال اللي انت طبعته من على الموقع وبتدفع الرسوم، بتدفعهم بالجنيه المصري مش بالدولار. بعد ما بتروح البنك وبتدفع رسوم الفيزا، بعدها ب 24 ساعه بيبدا الموقع يفتح لك المواعيد المتاحه. طبعا المواعيد المتاحه بتبقى دايما صعب ان انت تلاقي مواعيد قريبه بسهوله، فممكن تلاقي المواعيد المتاحه بعد شهرين، بعد 3 شهور، وممكن اكتر كمان. انت بتحجز اقرب ميعاد انت بتلاقيه، وبعد كده اول ما تلاقي ميعاد فيدي بتحجزه وبتبدله بالميعاد بتاعك. كده يبقى انت دفعت رسوم الفيزا، خلاص حجزت الميعاد، بتبدا ان انت تخش على الموقع التاني، وهو الموقع ده برضه هسيبه لكم في وصف الفيديو بحيث انت تخش عليه على طول. وده الموقع اللي انت بتملى من عليه الابلكيشن بتاع امريكا، اللي هو زي ما قلت لكم اسمه دي اس 160. تعال ناخد مثال مثلا كده سريع. في الخانه دي بتختار البلد بتاعتك، هنختار مثلا مصر. بعد كده في الخانه دي بتكتب الرقم اللي هو اللي جايبه لك هنا،
بعد كده بتنزل تحت هنلاقي هنا الخيارين دول، الخيار ده لو انت عايز تفتح ابلكيشن جديد، والخيار ده لو انت داخل علشان تكمل الابلكيشن بتاعك، لان انت بيبقى متاح لك ان انت ممكن تعمل سيف للابلكيشن وترجع ان انت تكمل البيانات بتاعتك في اي وقت عادي جدا، طبعا بيكون برقم الابلكيشن. فبنتك على ستارت ان ابلكيشن. طبعا مهم جدا لما الصفحة دي هتجيلك هتنزل لتحت وهتلاقي الجزء ده كده مكتوب فيه رقم الابليكيشن بتاعك، اتبع الصورة دي او صورها بالموبايل، احتفظ بيها باي طريقة عندك لان هو ده اللي انت بتربطه بالموقع بتاع الحجز. كمان لو انت حبيت ان انت تيجي تفتح الابليكيشن تاني علشان تكمل بياناتك برضه هتفتحه بالرقم ده. طبعا الاول لازم نعلم على دي صح، بعد كده ننزل شوية كمان وهنا بيقول لك اختار اي سؤال امان، تكتب هنا الإجابة اللي انت لازم برضو تحفظها جدا علشان هو ده اللي انت برضو هتخش بيه لو عايز تكمل الابليكيشن بتاعك، هتخش بالرقم ده وهتخش بالسؤال الأمان. طبعا ده بيكون شكل الابليكيشن، بتملى بقى البيانات بتاعتك دي كلها من هنا، هتلاقيه قايمة قايمة تملاها. لو حابين ان انا اعمل لكم فيديو منفصل مستقل لشرح الابليكيشن بتاع الدي اس 160 هنا خانة تكتب فيها ايه بالظبط بحيث ان انت تبقى عارف انت بتملاها ازاي، يا ريت تكتب لي كومنت، وباذن الله لو لقيت فيه تفاعل كبير هعمل لكم الفيديو ده ان شاء الله. لازم تهتم جدا بالابليكيشن بتاع الدي اس 160 لان هو ده اللي المفروض يسالك المقابله بتاعتك من الابليكيشن ومن بياناتك اللي انت ماليها كلها، يسالك شويه حاجات من البيانات اللي انت ماليها عندك في البيانات بتاعتك. طيب عايز اتكلم معاكم بقى يعني شويه كده عن الفيزا دي. انا زي ما قلت لكم هي ملهاش اي حاجه ثابته، واي حد يقول لكم حاجه غير اللي انا بقوله لكم في الفيديو ده اعرفه ان هو يقول لكم اي كلام وخلاص. الفيزا بتاعت امريكا هي كلها متعلقه بالمقابله بتاعتك، يعني كلها متعلقه بالنصيب بتاع ربنا. فانت بتعمل اللي عليك ان انت بتدفع الرسوم بتاعت الفيزا وبتحدد الميعاد وبتروح المقابله، ولو ربنا كاتبها لك هتلاقي الموظف ده هيقبلك. طيب هجاوب معاكم على شوية أسئلة من الأسئلة دايما اللي بتتسأل، المقابلة بتكون بالعربي ولا بالإنجليزي؟ المقابلة بتكون بالعربي أو بالإنجليزي زي ما أنت حابب، عادي جدا مفيش أي مشكلة، سواء هو بدأ معاك بالكلام بالإنجليزي أو بالعربي، بس هو في الغالب هيبدأ معاك بالكلام بالإنجليزي، هيقولك مثلا جود مورنينج أو هيقولك أي حاجة بالإنجليزي، فعلى حسب ردك معاه أنت بتكمل. وأنا أنصح إن أنت اعتز باللغة العربية بتاعتك، خصوصا إن هما مش في بلدهم، هما جوه بلدنا إحنا، فلازم إن إحنا نعتز بلغتنا العربية، فأنت من حقك إن أنت تطلب إن أنت تخلي المقابلة بالعربي مش بالإنجليزي. وهم الموظفين بيكونوا بيتكلموا عربي او حتى العربي بتاعهم بيبقى مقصر بس بيبقى عنده خلفيه شويه عن العرب، وحتى لو هو مش قد كده في العربي بيجيب لك حد من الموظفين التانيين اللي جنبه بيقف وبيترجم له الكلام عن كده. بس انا لا بتكلم فيه ده طبعا في حاله السياحه، لان انت لو طالع سياحه فانت مش ملزم ان انت خالص تكون بتتكلم اللغه بتاعه البلد اللي انت رايح تتفسح فيه. لكن لو انت رايح مؤتمر فيفضل جدا جدا ان انت تتكلم انجليزي، علشان ممكن يغلس عليك ويسالك إن انت ازاي رايح تحضر مؤتمر في امريكا بالانجليزي وما بتعرفش تتكلم انجليزي. فلو في حاله لو انت رايح تحضر مؤتمر او معرض او اي حاجه من الحاجات دي، وفي حاله الدراسه كمان، فيفضل جدا ان انت تتكلم انجليزي. لكن لو في حاله السياحه لا، اتكلم عربي، ومن حقك كمان ان انت تطلب ان هو يكلمك عربي. السؤال الثاني، مده المقابله بتكون قد ايه؟ المتوسط بتاع مده المقابله بيكون تقريبا في حدود دقيقتين، ما بيطولش معاك اكتر من كده، ممكن يكون اقل كمان، ان هو يسالك سؤال الثاني وساعات اصلا ما بيدكش فرصه ان انت تتكلم معاه، بتلاقيه خلاص اداك انت مقبول او مرفوض. من الاسئله الكتير برده اللي بتتسال لي دايما عن الفيزا بتاعت امريكا، ايه هي الاوراق المطلوبه لامريكا؟ بكل بساطه مفيش اي ورقه مطلوبه خالص اطلاقا لامريكا وانت بتقدم على الفيزا بتاعتك. هو زي ما انا شرحت معاكم في الفيديو، مجرد ان انت بتروح تدفع الفلوس بتاعت الرسوم السفاره، وبعد كده بتملا الابلكيشن اللي هو الدي اس 160، وبس كده انت بتروح المقابله. بس طبعا انا ما بنصحش ان هو اي حد يعمل كده، انت بتاخد معاك ورقك احتياطي بحيث ان هو لو غلس عليك وطلب اي ورقه تبقى انت بترد بثقه معاك الورق اللي هو هيطلبه منك. بنسبه تقريبا 98% هو ما بيبصش على اي ورق خالص، لا كشف حساب بنكي، ولا بيبص على اتش ار ليتر، ولا بيبص على اي ورقه اطلاقا. حتى انت لو قلت له انا معايا ورقه كذا تحب تطلع عليها، هو هيقول لك لا انا ما ببصش على اي ورق. بس انا زي ما بقول لكم، انت برضو لازم تاخد ورقك معاك احتياطي بحيث ان انت لو سالك عن اي ورقه يطلعها. انت كل اللي انت بتروحه في المقابله اليوم ده هو الورقه بتاعه الكونفيرميشن اللي بيبقى فيها رقم التاكيد اللي انت بتخش بيها السفاره، وطبعا بيكون معاك الباسبور بتاعك، وبيكون معاك صور شخصيه بتكون 5x5 بخلفيه بيضاء. بس هو ده كل اللي انت بتروح بيه السفاره، لكن غير كده مفيش اي ورقه مطلوبه خالص في المقابله، ولا بيبص على اي ورقه خالص. بس باكد عليكم خد معاك ورقك احتياطي. من ضمن الاسئله، البس ايه وانا رايح؟ في ناس راحت ببدل واترفض، وفي ناس راحت المقابله بشورت واخدتها. انت اهم حاجه تكون انت داخل شكلك حلو شيك وبتتكلم
بيتكلم بثقة حاول ان انت ترد عليه بكل الشك. هل السفريات السابقة لها عامل في القبول والرفض؟ الاجابة القطعية للموضوع ده لا خالص. السفريات السابقة بتدعم موقفك قدامه ان انت بتبين له ان انت فعلا متعود على السفر وبتروح وبترجع، لكن هي ملهاش علاقة خالص ان هو هيقبلك او هيرفضك علشان انت عندك في الباسبور فيزا مثلا لشنجن او فيزا مثلا لدولة ما سياحية، فهو مثلا هيقبلك ويرفضك على اساس الموضوع ده. لان انا بشوف حاجات ومهازل كتيرة جدا على الجروبات، وناس بيقول لك خد لك فيزا شنجن وروح قدم على امريكا هتاخدها. الكلام ده مش صح خالص، ملوش اي علاقة اطلاقا. انا زي ما قلت لكم الفكرة ان انت لو ليك سفريات سابقة في الباسبور فطبعا ده بيدعم موقفك ان انت بتثبت له ان انت راجل فعلا بتحب تسافر وبتروح وبترجع. لكن قرار ان هو يقبلك او يرفضك على اساس ان انت عندك سفريات سابقة ولا الباسبور بتاعك ابيض لا خالص. والدليل بكل بساطة ان في ناس كتيرة جدا اخدت الفيزا بتاعت امريكا على باسبور ابيض، في ناس كتيرة جدا اترفضت كتير من امريكا والباسبور بتاعها مليان سفريات منها دول شنجن كتيرة جدا. معظم الاسئلة المتوقعة بتكون ايه، انت شغال ايه؟ طبعا بتقول له انا شغال كذا، وطبعا بتقول له نفس الاجابات اللي انت بتكون كاتبها في الابلكيشن بتاع السفارة اللي هو اسمه DS-160. ما تكونش مالي الابلكيشن بحاجة وتروح تقول له حاجة تانية خالص. طبعا هي دي حاجة بديهية، بس للاسف في ناس بتقع في الغلط ده بسبب انها بتكون مخلية ناس هي اللي تعملها الابلكيشن بتاعها، فبتلاقي نفسك انت رايح انت طبعا مش عارف اصلا البيانات المكتوبة لك ايه ولا اي حاجة. ده للاسف بيقع قدامي كتير، الناس بتيجي بتشتكي لي وبيحكوا لي نعمل ايه، وفي ناس كمان بتقول له هاخد منك مش عارف فلوس قد كده وهصفرك وعملك، ومفيش اي حد اطلاقا يقدر يضمن لك فيزا امريكا خالص ولا حتى فيزا اي دولة في شنجن. علشان بلاقي الناس بتقول له ادفع لي 250,000 جنيه و300,000 جنيه وارقام غريبه جدا، ويجي يقول لك هجيب لك الفيزا بتاعت ايطاليا او هجيب لك الفيزا بتاعت اسبانيا او هجيب لك فيزا امريكا، وطبعا كل ده كذب في كذب ومحدش ابدا يقدر يجيب لك فيزا امريكا. السؤال التاني بيسالك انت مسافر ليه، فانت تكون محضر اجابه كويسه تقولها له لسبب السفر ان انت مسافر عليه. كمان ممكن يسالك انت هتزور ايه، فانت طبعا بتبقى برضو عارف ومحضر انت المعالم السياحيه اللي انت ناوي ان شاء الله هتزورها في الولايه اللي انت هتروحها. وعايز اقول لكم على نصيحه مهمه جدا، يعني حاول على قد ما تقدروا ابعدوا عن نيويورك، ما تكتبوش نيويورك خالص في الابلكيشن لان هي خلاص بقت مقطوعة عليها جدا، يعني هي ولايه مهجر اللي رايح مهاجر ومش راجع تاني. فهو اول ما بيسمع منك نيويورك في المقابله هو كده خلاص توقع اللي جاي كله. فحاول على قد ما تقدر تبعد عن نيويورك، وحاول على قد ما تقدر برضو خد ولايتين مش ولايه واحده، نقي ولايتين يكونوا ولايات سياحيه يكونوا برضو قريبين من بعض، دي حاجه مهمه جدا. فطبعا تبقى لازم ان انت محضر ان انت هتزور ايه المعالم السياحيه، لان هو ممكن يغلس عليك جدا ويسالك في تفاصيل اكتر كمان عن المعالم السياحية. من الاسئله كمان اللي ممكن يسالها لك في المقابله وهو المرتب بتاعك كام، انت طبعا بتجاوب على اساس اللي انت برضو بتبقى كاتبه في الابلكيشن بتاعك، بس طبعا انت بتخلي الموضوع يبان منطقي جدا ان انت المرتب بتاعك حاول ان هو يكون ملائم لسنك، ملائم للمسمى الوظيفي بتاعك، وان انت شغال في الشغل ده بقالك قد ايه، لان كل البيانات دي انت بتكون مليها في الابلكيشن. كمان من الاسئله المتوقعه اللي بيسالها جدا وهو انت سافرت فين قبل كده، فانت لو عندك سفريات سابقه بتقولها له، وده بيكون برضو انت بتكون مليها في الابلكيشن. فانا زي ما قلت لكم هو بيسألك كل الأسئلة من واقع الابليكيشن اللي ظهر قدامه في الكمبيوتر، كل البيانات بتاعتك اللي انت بتبقى كاتبها قدامه على الشاشة فهو بيسألك منها. طبعا في كلام كتير بقى بيتقال في موضوع الفيزا بتاعت امريكا، وكله كلام ملوش اي علاقة بالصحة خالص، وهو موضوع ان هم بيبقوا واخدين قرار ان انت هتتقبل ولا هتترفض من قبل ما انت تعمل مقابلة. الكلام ده مش صح خالص، لان انا في ناس اعرفها شخصيا مقفلة الابليكيشن بتاعها قبل المقابلة بتاعتها باقل من ساعة، فهو طبعا ما بيكونوش لحقوا ان هو اصلا بيراجع البيانات بتاعتك او ان هو يشوف اي حاجة خالص. حتة ان هو حد يقول لك القرار متاخد من قبل ما تعمل مقابلة، الكلام ده انا بقوله لكم بنسبة 100%، الكلام ده مش صح. شوية نصايح عايز اقولها لكم، وهو اول حاجة انت انسى حاجة اسمها توتر، حاول ان انت تكون كلك ثبات، كلك ثقة بالنفس، ثقة بالنفس زايدة جدا جدا، بس طبعا ما توصلش لمرحلة العوجان او الغرور، لا ثقة بالنفس ان انت ثابت بتتكلم بكل ثبات انفعالي، يعني حسسه ان انت اللي بتهاجم بالكلام مش هو، يعني ما تخلوش ان هو يوصل مرحلة ان هو يحاول ان هو يحسسك بيزنقك بالكلام او بيحاول ان هو يوقعك في الكلام، بتحاول على قد ما تقدر ان انت تستخدم ذكائك ان انت تحوله للاجابة اللي انت عايزها، ما تدوش مساحة ان انت تفتح على نفسك حاجات كتيرة هيفضل يسألك فيها، تحاول ان انت ما تجاوبش اجابات طويلة كتيرة جدا، ان انت تفتح على نفسك ان هو يسألك اسئلة كتير من واقع الاجابة الطويلة اللي انت جاوبتها، لا حاول ان انت تديله اجابة مفيدة مختصرة، بس مش معنى كده ان انت تقول له كلمة وتسكت، لان للاسف في ناس بتقع في الغلط ده وبيروح يجاوب بكلمة واحدة بس. لا ما هو اكيد مش هيعرف يقيمك من كلمه، فانت الاجابه بتاعتك حاول ان هي ما تبقاش رغي قوي علشان ما يسالكش اسئله كتير من واقع الاجابه بتاعتك، في نفس الوقت ما تكونش اللي هو اجابه من كلمه واحده بس. بس ده كان فيديو حبيت اعمله لكم عن فيزا امريكا، يا ريت لو مهتم بالنوع ده من الفيديوهات يا ريت اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار اول ما انزل فيديوهات جديده ان شاء الله. ومننساش طبعا اهم حاجه، نذكر ربنا، نستغفر كتير ونصلي على رسول الله. شكرا جدا، السلام عليكم.